تلقنت القوات المشتركة ميليشيات الحوثي هزيمة قاسية وحررت مواقع جديدة بعد التصدي للهجوم الكبير الذي شنته الميليشيا على جبهة محافظة مأرب. وذكرت مصادر عسكرية أن ميليشيات الحوثي منيت بخسائر كبيرة على يد القوات المشتركة في المواجهة المتواصلة منذ 3 أيام في محافظة الجوف شمال البلاد. وأشارت المصادر إلى أن القوات المشتركة استعادت 10 آليات عسكرية، في حين دمرت مقاتلات التحالف رتلاً من الآليات والمعدات كانت في طريقها لتعزيز ميليشيات الحوثي خلال المواجهات. إلى ذلك، حصد القتل في مختلف الجبهات 150 من ميليشيات الحوثي، نصفهم قيادات وأطفال، حسب ما سجله فريق الرصد والتوثيق في وكالة 2 ديسمبر الأسبوعين الماضيين. وبلغ عدد القيادات الميدانية التي لقيت مصرعها 40 عنصراً، ووصل عدد القتلى من أطفال 34 قتيلاً غررت بهم الميليشيا الموالية لإيران. واستمرت صنعاء الأمانة والمحافظة متصدرة عدد القتلى ب 34 قتيلاً، تلت ذمار 24، ثم عمران 17، وحجة 14 قتيلاً. سلمت المقاومة الوطنية السلطة المحلية في محافظة الحديدة الساحلية 3 مشاريع لمياه الشرب على نفقة قائد المقاومة العميد طارق محمد عبد الله صالح، ضمن مشروعات خيرية سقيا المرحوم اللواء محمد عبد الله صالح في عدد من مديريات الساحل الغربي. وتسلم وكيل أول المحافظة وليد القديمي من ممثل وحدة الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية عبد الله الحبيشي المشاريع التي تغطي قرية الصفارية والشواذل والقباصية في مديريتي بيت الفقيه والدريهمي.